وان شاء الله بربي كاين خرجو نديرو وان شاء الله بربي كاين خرجو نديرو. الكثير من القضايا الإجرامية تعالجها المصالح الأمنية والقضائية لينتهي بهم المطاف خلف أسوار السجون لقضاء العقوبة المطبقة عليهم. ليتوجه نحو حياة أخرى والكثير منا يجهلها. سنفتح لكم الباب على عالم آخر. عن طريق سجن القليعة أو كما يعرف بشعيبة. أول ما تسمعه هذه الأصوات. الدولة الجزائرية بذلت جهود كبيرة ووضعت إمكانيات مادية وبشرية من أجل التسيير الأمثل للمديرية العامة لإدارة السجون، ويمكن أن نذكر بعض المحاور الرئيسية التي من خلالها نبرز دور وكذلك مجهود الدولة في هذا الشأن. أي شخص يصدر في حقه أمر أو حكم قضائي ويتم حبسه بمؤسسة التربية وتأهيل القليعة فإنه يتمتع بمجموعة من الحقوق وعليه مجموعة من الواجبات إلى غاية نفاذ عقوبته المحكوم بها عليه. الشرطة الآن في آخر مهام لها، وهو تسليم المدان إلى إدارة السجن. الاسم واللقب تاعك، تاريخ الميلاد ومكان الميلاد، الاسم الاب تاعك واسم الام، المهنه تاعك، الجنسيه، الموطن، العنوان اللي تسكن فيه. إدارة السجون تعكف على مواصلة إصلاح القطاع بتوفير أهم حقوق النزيل لتحسين ظروف الاحتباس. احنا نعرفك بالحقوق والواجبات منذ الدخول الاول الى المؤسسه الى غايه الافراج النهائي عليك. هاك تفضل.